برانلي الدوري الانجليزي الممتاز للبريمير ليج الجوله 22 كيفاش كانت المباراه؟ مباراه اللي شنا الشوط اول شنا اهداف، الشوط الثاني شنا اهداف، الشوط الاول شنا هدفين في الدقيقه 27 عن طريق ضربه جزاء وين نفذها جورجينيو اللي سجل هدف في الدقيقه 27، شنا ابراهام الذي سجل في الدقيقه 38، الشوط الثاني في 49 وين كالوما لتشيلسي ويسجل الهدف الثالث. شنا كيفاش كانت المباراة؟ مباراة لي فارناك لومبارد الذي دخل بخطة، المدرب تاع تشيلسي اللي دخل بخطة 4-3-3، شنا كيفاش يان المدرب تاع برالي اللي دخل بخطة 4-4-1-1، يعني شو كيفاش خطة كانت شوية خطة صعب المهمة على اللاعبين تاعه. شنا نياك بوب رغم ان الحارس تاع برالي رغم ان نقض المرمى تاعو لكن بدون جدوى، شنا كيفاش ماثيو، شنا جيم، شنا نقولو كريس جيفان، شنا تويت، يعني جاك اشلي ارون، يعني كانت المباراة نقولوا بلي شنا كيفاش نقولوا تشيلسي وين كان مسيطر 61% نسبة استحواذ، 40% نسبة استحواذ البرالي، 144 تمريرة فقط بالنسبة البرالي، 325 تمريرة لتشيلسي، يعني مباراة كانت قوية جدا. شنا كالوما، شنا ابراهام، شنا ويليام، شنا ماسون، شنا جورجينيو، شنا روس، يعني سيراك، شنا اندرياس، انطونيو ريبيز، جيمس، يعني كيبا الحارس تاع تشيلسي الذي انقذ المرمى تاعو من عدة، نقولوا انقذ المرمى تاعو على الاقل انقذ 4 اهداف، شنا دوايت، شنا كيفاش اشلي، شنا ار، شنا كيفاش انقذ المرمى تاعو وين من جانب دوارت في الدقيقه 47، شنا في الدقيقه 54 اشلي الذي ضيع هدف محقق امام الحارس كيبا، يعني كانت المباراه نقولوا بلي الشوط اول شنا اهداف، الشوط الثاني شنا كذلك اهداف، مباراه اللي كانت نقولوا بلي تشيلسي اليوم دخل بقوه ويسيطر في المباراه، عرف كيفاش يسجل اهداف، عرف كيفاش يحافظ على النتيجه كما يقول لك النتيجه الايجابيه اللي حافظ عليها خاصه ويسجل مبكرا في الدقيقه 27. يعني اليوم تشيلسي عرف كيف باش يسجل ويحافظ على النتيجة تاعو خاصة في الشوط الثاني وين شلنا شوية برالي وين لعب بقوة أراد تقليص النتيجة لكن بدون جدوى. شلنا كيفاش تشيلسي اليوم اللي كان اللاعبين تاعو كانوا في فورمة عالية، هذه هي المباراة، مباراة اللي كانت قوية وين شلنا كيفاش الجولة 22 الدور الإنجليزي الممتاز تشيلسي برالي. سعيدو.